حضرتك هنعرض موقف مبادرة حياة كريمة وأثرها على الأرض في محافظة المنوفية. المنوفية فيها 20 وحدة محلية، كل وحدة محلية بتضم حوالي 5 أو 6 قرى، كل وحدة محلية فيها مجمع خدم ومجمع زراعي، لأن دول بالنسبة لهم الأساسيين، طبعاً علشان نساعد أهالي القرى من التنقلات وفي نفس الوقت إن إحنا نبقى نوفر لهم الخدمة أقرب ليهم أقرب ما يكون. مشكورتي طبعاً جداً وبشكر حضراتكم دايماً، يعني بصراحة شرف وافي، وأنا سعيدة إن أنتوا شباب بتقدموا مصر بصورة جديدة. احنا طبعا بيشرفنا حضور حضرتك النهارده في اول انطلاقه لينا في مبادره المكتبات الثقافيه اللي اطلقتها مؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع وزاره الثقافه، وبنسعى فيها يا فندم ان احنا ننشر الوعي والثقافه وننبذ العنف والتطرف والارهاب، وحرصنا ان يكون فيها تنوع سواء من حيث المحتوى الثقافي او من حيث الفئات العمريه. احنا اهتمينا في المكتبه عندنا بالنشر الصغير، فكان في تنوع ما بين الكتب الموجوده جوه المكتبه، فهنلاقي هنا جزء خاص بالاطفال في كورنر كبير جدا، لان ده كان الاهتمام الكبير بتاعنا في حياه كريمه. اسمك ايه؟ امنيه. ازيك يا امنيه؟ تحب القرايه اكتر ولا الرسم اكتر؟ قصص الأنبياء، اللي هو الأنبياء كانوا بيعملوا إيه يعني؟ والناس اللي كانوا بيعبدوا وبيسمعوا كلام الرسل، والناس اللي ما كانوش راضيين يعبدوا الله. لأن أنا سعيدة بلد جميلة والناس بترحب بينا جدا، الناس طيبين فعلا، والشباب كمان كلهم حماس وحيوية، سواء إذا كانوا من حياة كريمة أو كانوا من أهل البلد أو المتطوعين، أو يعني بصراحة مش عارفة أشكر مين ولا مين. استقبال جميل جدا وفرحونا، وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا للمهمة اللي إحنا عايزين إن إحنا إن شاء الله نكملها على خير. عايزة أقول، هل في مشاكل معينة انتوا بتحسوا ان هي مشاكل صعبه قوي ان هي حلها؟ احنا بننزل فعلا في مشاكل، يعني احنا على قدر المستطاع بنلاقي المشاكل اللي الست اللي بتعملها. يعني اكتر المشاكل دلوقتي هي مصاريف المدارس، ودايما احنا شغالين في الوحده على ابحاث المدارس، وفي اللي هي بتبقى الست اللي ما بتبقى دخلها قليل جدا في برنامج تكافل وكرامه اللي هو المشروع عملناه لها، اللي هي بتاخد معاش التكافل، ابنائها بيبقوا مثلا سن التعليم، بنحاول ان احنا بنساعد معاها في الدخل. في برضه تمكين المراه الريفيه اللي هي المشروعات الصغيره ومتدنيات الصغر، بنحاول ان احنا بالصندوق الاجتماعي وبرضه التضامن الاجتماعي ومشروع المراه الريفيه اللي هي بتاخد كارد حسن اللي هو ما بيبقاش فيه عليه فوائد. وفي نفس الوقت احنا كل شغلنا على التوعيه، ان انا بوعي عشان اوصل ان انا بغير سلوك وفكر وثقافات مختلفه. والله كويس قوي، يعني كلام جميل جدا، وحضرتك يعني شرحت تقريبا معظم النقط اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها. برافو عليك. فرحانين جدا بوجود حضرتك. ربنا يخليكي، وانا سعيده بيكوا وبشكركم جدا والف شكر، وان شاء الله هنتقابل كتير. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك العدم بتاع الدوله في المحافظه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهم خطوه من خطوات المبادره بناء الانسان وبناء او تطوير الصناعات. محافظه المنوفيه يا فندم الحقيقه احنا بنسميها قلعه الصناعات اليدويه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. زي ما حضرتك شايفه هي بتشتهر ب10 صناعات حرفيه موزعه الحقيقه على كافه ارجاء الجمهوريه، منها صناعه السجاد اليدوي، منها صناعه الكليم والكوبلين. قررت ان هي تتعلم الصناعات اليدويه من خلال اليوتيوب، هي اللي علمت نفسها الحياه بنفسها، وهي اسره منتجه حاليا هي وبناتها معايا. والله طب معايا كمان سته يعني. كمان شغالين معايا، بس مشكلتنا كلها في التسويق. عايزين يبقى في معرض اكتر. ان شاء الله طبعا. كويس، هو مبسوط بالمنتجات وان شاء الله هيبقى على طول المعارض دي ان شاء الله شغاله طول السنه.
يا رب تكون الخدمة دي تمام والدكاترة يكونوا قايمين بالواجب. الله هنا يبارك فيكم يا رب ويديكم الصحة يا رب يخليك. وبعد كده ربنا يخليك. والله بجد يعني البلد منورة بيكم واحنا فرحانين ان احنا معاكم. كل بيت مرحبا بيك. كل بيت مرحبا. والله لو اقدر اعدي على كل بيت كنت عديت. انتوا اصحاب كرم واصحاب واجب فكفاية استقبالكم الجميل يعني. على فكرة عاملين لك كتير وكل حاجة ومستنيين. خلاص يلا على البركة. يلا يلا مستعدين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة طيبة. لا منوره بحضرتك واللي بتعمله. الله يبارك لك انت وسياده الريس وربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك. نتشرف بحضرتك تنورينا في بيتنا المتواضع. ربنا يخليك يا حبيبتي. عينينا والله. والله عينينا. تسلم عينيك يا حبيبتي. بس المهم تكوني توفقتي بقى والحمد لله. الحمد لله تحت اشرافكم وكل حاجه تمام الحمد لله. ربنا يبارك لنا فيك وفي سياده الريس. ربنا يخليك. بس نتشرف برضو بوجود حضرتك معانا بكوبايه شاي في بيتنا المتواضع. عن نفسي ما عنديش مشكله. ربنا يبارك لك. انا ما عنديش مشكله طبعا. ربنا يخليك. اتفضلي 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 اتفضلي. أنا نفسي في شقة أو نفسي في أي حاجة. نفسي في شقة أو بيت أو أوضتين اثنين بس. أوضتين اثنين بس يا دكتور والله العظيم. والله ما عاوز حاجة تاني جديدة. أنا شغال في مدرسة عادي. شغال فراش في مدرسة. أنا مرتبي ماشي الحمد لله مقدم النوعية ما قلتش حاجة. بس أنا مش مقضيني إيجار وأوضتين اثنين بجهز فيهم والله العظيم ما عارف أعمل. زي ما احنا ماشيين كده بالتوازي في حياة كريمة. ربنا يرحمكم. إن احنا إن شاء الله بإذن الله يعني الرئيس نفسه قوي يشوف كل أهل البلد بخير وسلام. الله يبارك لك. مشاكلهم محلوله وعندهم كل شر اعداء بره وجوه ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. سيادتك مشرفانا هنا فني في مشروع مجمع خدمة المواطنين. ده نموذج لمشروع من 14 مشروع لتنمية القطاع التنمية المحلية في أسمون. مجمع خدمات شامة. المشروع تكلفة المشروع 11 مليون وخط تنفيذ المشروع 6 أشهر تنتهي 30/12. المشروع تنفيذ شركة مكفور وتم الاستعانة بعمالة من القرية والقرى المجاورة تنفيذا للتجهيزات الرئاسية. حضرتك مشرفانا هنا في مدرسة الشهيد سامح طاحون. المدرسة دي فيها نموذج قديم وفيها ملحق جديد. النموذج القديم مدخلينه في خطة الصيانة هو في 13 فصل. النموذج الجديد 19 فصل أرضي وأربع أدوار. حضرتك بكده يبقى إجمالي عدد الفصول 32 فصل 8 رياض أطفال و24 ابتدائي. وفعلا الكثافة نزلت في المدرسة ل 42 طالب في الفصل. Thank you.
انا جوزي عنده جلطه ما بيقدرش يشتغل مش واحد دغ مسل بيطلع يوم وما بيقدرش يطلع الثاني. انا عايزه اي يوم مصدر رزق العيال. حاضر وبنت عايزه تتجوز. حاضر ثلاث عيال سنه عشان مش قادره اتجوز. لا ده احنا عاملينها طبعا.